هنا الكلاسة تفتح عينيها الصغيرتين، تحس بثقل كبير على كامل جسدها، تحاول تحريك قدميها لكنها لا تشعر بهما، تحاول تحريك يديها تجد نفسها عاجزة عن ذلك، تبحث عن صوتها لتستغيث لتصرخ، تخرج أناتها ضعيفة خافتة، تجول بنظراتها في المكان على قدر ما يسمح لها به وضعها المشلول، تجد حولها أنقاضا وحجارة يصبغها لون أحمر قان، تشتم رائحة بارود ودخان، يتناهى لسمعها أصوات كثيرة مختلطة، تحاول استعادة ما حدث. كانت تقف في طابور طويل أمام المخبز ممسكة يد أمها منتظرة أن يحين دورها لأخذ ربطة خبز، إخوتها في البيت ينتظرون. لحظة واختفى كل شيء ومحيت الألوان، وحده الأحمر لون الأشياء، تحس بإحدى الأيادي تمسك يدها تحاول سحبها انتشالها من تحت الأنقاض، تزيل بقية الأيادي ما تراكم فوقها من ركام وحجارة، تنجح الأيادي الطيبة بإنقاذها، تتلقفها الصدور الحنونة والدعاوي الحانية، تنظر لهم جميعا إنهم أهل حارتها الطيبون، طالما لعبت مع أطفالهم وتقاسمت وأهلها طعامهم تشكرهم بعيونها، تودعهم وتفارق روحها جسدها المتعب الصغير، تعلو روحها فوق ذلك المكان، تهم بالمغادرة لكنها قبل أن تغادر تطوف بحيها العتيق، تقبل كل حجر فيه وزاوية، كيف لا وهي بنت الكلاسة الأبية، تطوف في ساحة الأحرار فيها وتزور جامع المصلى وتتوضأ بنور جامع الهراوي، وتمر على المحال القديمة التي لم ينل القدم من متانتها ولم تغير اختصاصها من بيع الرخام والإسمنت ومواد البناء بمختلف أنواعها، تغادرها محلقة إلى جامع جمال عبد الناصر، وتمر على حمام الجديدة لآل البداوي
وتشتم رائحة خبز مخبز القطاع. تعلو فوق بناية آل ناعورة لتستمع لصوت صبر مدلل يشدو بأعذب الألحان، وتطوف على مسبح الجمل حيث كانت ذات يوم تسبح مع أقرانها، تجول في حارات الحي وأزقته وبساتينه ومقابره، وتعود لتطوف فوق حمام العتيقة وجامع الرحيمية، وتتجول في سوق الفستق الحلبي الشهير الذي يقع مخفر الكلاسة القديم أمامه، تبتعد قليلا لتسمع صوت آلات معامل الغزل والنسيج تحيك أجمل الثياب، ويتناهى إلى مسامعها أنغام صالات الأعراس، ويجذبها أذان جامع سبحان على يمين كازية الكنج، تشهد في حارات الحي أقرانها يلعبون بالترس والسيف، ويتدربون على رقصاتهم الشعبية بلباسهم المميز، وتعلو أكثر وأكثر خاطة دربها في السماء، تطوف بشكل دائري كمولوي يصل الأرض بالسماء، تطوف الحي القديم شبرا شبرا، تسلم على كل ما يحيط به من أحياء من الفردوس إلى المغاير إلى طريق الشيخ سعيد والصالحين، ومن بستان القصر إلى جسر الحج إلى السكري والأنصار، وصولا لسيف الدولة، مودعة كل من تعرف من عائلات الحي وأبنائه من أمثال آل جاموس وآل آغا وآل سكر وآل صبحان وآل مصري وغيرهم كثير. منهم من آثر البقاء في الحي العريق، ومنهم من اختار الانتقال لأحياء أخرى، لكنهم كلهم سجلوا أسطرا في تاريخ حلب بأحرف من نور، فكانوا رجالات علم وأدب وفن وصناعة ودين، وتمتزج تلك الروح الطفولية الطاهرة بذاكرة الحي، تلك الذاكرة الثائرة دوما الواقفة مع الحق دوما، مع الثورة ضد الفرنسيين، ومع الوحدة ضد الانفصال، ومع الحرية ضد العبودية، وعلى امتداد الحي الزماني والمكاني يمتد وجوده على قمة العطاء والغيرة والفداء، وتصل الروح لأعالي السماء مودعة حيها الكلاسة المضمخ كل شبر فيه بدم أبنائه، هو وردة في كاسة لكنها يا عبد الناصر كأس الحرية مختومة بمسك الشهادة. Thank you.